مش بالضروري، الحقيقة في مفهوم السيادة والاستقلال نحن متمسكين بالمبدأ، متمسكين بالقواعد اللي بتعتبر انه استقلالنا هو مصان وسيادتنا بنقدر نمارسها على بلدنا. في فريق اخر يمكن بالنسبة لارتباطاته يمكن لقناعاته بيعتبر انه في مفهوم خاص للسيادة والاستقلال اللي هو بتسمح انه تكون مرقوصة في مكان ما او تكون عم نشارك فيها مع الاخرين في مكان ما، وهذا طبعا نحن نرفضه، لانه هذا لا يعني انه البلد المنصبه بين 14 و8 اذار انه ما في ناس اخرين خارج 14 و8 بيشاركونا نظرتنا لمفهوم السياده في لبنان ومفهوم الاستقلال اللي هي بتقول ان لبنان، ارض لبنان هي للبنان وللحكومه اللبنانيه وللشعب اللبناني ان يبسط سياده القانون عليها وان يقرر عليها ما يشاء، ألا يعود للآخرين أن يفرضوا على لبنان، وأن لا يتدخلوا في شؤون لبنان، وأن لا يعتدوا على أرض لبنان، لا كان العدو الإسرائيلي ولا كان شقيق، لأن الأرض لبنان هي أرض اللبنانيين. هذا مفهومنا للسيادة، وعلى هذا الأساس نحن عم نتعاطى بالموضوع. ولكن شيخ بطرس، اليوم حقيقة يعني الشارع اللبناني، الشارع الخارجي دائما يسأل، طب لماذا لبنان دائما من السهل للخارج التدخل به؟ لابد أنه المشكلة، في مشكلة هي مزدوجة، ولكن في مشكلة بالداخل. ليش اليوم الداخل اللبناني لم يستطع حتى الساعة أن يصل لمعادلة ما، سميها اللي بدك، إقليمية، سياسية، داخلية، خارجية، حتى تحصن البلد من هيدا التدخل؟ الحقيقة الدول الصغرى مثل لبنان يعني لابد أنه يلتقى العنصر الداخلي مع الخارجي. الدولة الصغيرة مثل لبنان بالإمكانات الضعيفة في منطقة حساسة بالموقع الجغرافي الموجود في لبنان بين إسرائيل على جنوب ودولة عدوية هي عدوة لكل العالم العربي، وبين سوريا اللي هي على الجانب الشرقي والجانب الشمالي منه، هي نقطة حساسة الحقيقة بتتصارع فيها وعلى أرضها، يعني بتنبعت على أرض لبنان كل أنواع الرسائل في الصراع العربي الإسرائيلي، وضيف عليها مؤخرا الصراع العربي الفارسي أو الصراع الإيراني العربي، وأضيف عليها بصورة أكثر حدة وأكثر بشاعة هي الصراع السني الشيعي. الحقيقة أرض لبنان الحقيقة بما أنه في مكونات من كل الطوائف، في مسيحيين، في مسلمين، في شيعة وفي سنة بين المسلمين وفي دروز، هذه الأرض الحقيقة هي أرض دائما وشعبها دائما أمام تحدي إثبات قدرته على الحياة المشتركة في نظام ديمقراطي بيحترموا الناس بعضهم، بيقدروا يعيشوا مع بعضهم، بيقدروا يحلوا خلافاتهم بطرق ديمقراطية مع بعضهم. هذه الحقيقة التحدي اللبناني والتجربة اللبنانية الكبيرة. هذه التجربة ما حدا يستهونها، هذه التجربة صعبة جدا، والنجاح في 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 انجاحها قصه الحقيقه مش دائما تكون متوفره على نصرها. مشان هيك لبنان واللبنانيين بيتعرضوا من وقت الى اخر لبعض المطبات ولبعض المشاكل اللي هي بتفوق قدرتهم على التفاهم، واللي هي يمكن تتفجر على ارضهم بتؤدي الى حالات من الازمات اللي نحن عم نعيشها.